يوما بعد يوم يواصل المارد الأحمر تألقه بإنجازاته وبطولاته وأرقامه القياسية وتواجده مع كبار أندية العالم، فهو نادي القرن الإفريقي والنادي الأكثر تتويجا بالبطولات على مستوى العالم. تفوق المارد الأحمر على كبار أندية أوروبا بعد أن تقدم التصنيف السنوي للاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء إلى المركز الثالث بعد أن كان يحتل المركز الخامس، وذلك خلال الفترة من شهر نوفمبر 2022 حتى 31 من أكتوبر 2023. ما حققه المارد الأحمر إنجاز تاريخي غير مسبوق، حيث لم يسبق لأي نادي عربي أو إفريقي أو آسيوي الوصول إلى المركز الثالث في التصنيف الإجمالي السنوي للأندية. تقدم النادي الأهلي مركزين عن السنة الماضية بعد أن كان يحتل المركز الخامس، خاصة وأن الفريق الأحمر نجح في حصد العديد من النقاط بعد المنافسة الشرسة على البطولات خلال الفترة الماضية. حل الأهلي في المركز الثالث متفوقاً على برشلونة الإسباني برصيد 244 نقطة، خلف العملاقين ريال مدريد الإسباني الذي حل ثانياً برصيد 288 نقطة، ومانشستر سيتي الإنجليزي متصدر التصنيف برصيد 296 نقطة. وتفوق المارد الأحمر على إنتر ميلان الإيطالي الذي حل رابعاً برصيد 241 نقطة، كما تفوق على بالميراس البرازيلي الذي حل في المركز الخامس برصيد 212 نقطة. إنجاز آخر جديد للمارد الأحمر ليواصل كتابة التاريخ وحصد الأرقام القياسية ليفرض وجوده مع كبار أندية العالم. جمهورنا بتعود على البطولات والانتصارات، الجمهور اللي دايماً في ظهرنا وشاركناه عمرنا. خليكم فاكرين دايماً إن النادي الأهلي مش نادي عادي، الأهلي بيصنع طول عمره تاريخ، والتاريخ ما بيتحققش بطولة ولا اتنين، التاريخ بإذن الله لازم يستمر طول السنين. الأهلي وراه مجد ودايماً بيسأل ماذا بعد. الأهلي عينه على بكرة، مكمل في طريقه بعزم ولاده ورجاله وجمهوره.